نتحول إلى الشأن الأمريكي، حيث وقع الرئيس جو بايدن مشروع قانون لمواصلة تمويل أوكرانيا بيتضمن 12 مليار و400 مليون دولار مساعدات. لافت الرئيس إلى أن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ترهب الأمريكيين وأن واشنطن ستدافع عن حلفائها في الناتو. فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الوقت ليس مناسبا لقبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو. للمزيد من التفاصيل بينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز. بعد التحية لك ياسر، إذن توقيع للرئيس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة بحوالي أكثر من 12 مليار دولار لأوكرانيا، ما دلالة هذا التوقيع وردود الأفعال الرسمية عليه؟ يعني في البداية دعني أرحب بك شادي وبالسادة المشاهدين. يعني دلالة هذا الأمر، وهو يعني دعني أقول لك، هو يسمى مشروع الإنفاق قصير الأجل، قد وافق عليه مجلس الشيوخ وأيضا مجلس النواب، ثم بعد ذلك أصبح جاهزا للإنفاق. الدلالة واضحة، هي التعهد الذي قطعته الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها منذ 24 من فبراير الماضي، وهو الوقوف جنبا إلى جنب بجانب أوكرانيا. لن وأيضا بطبيعة الحال الحلفاء لن تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه اللحظة. يعني المساعدات التي قدمت كما قال أنتوني بلينكين منذ يناير 2021 بلغت أكثر من 16 مليار دولار أمريكي، وتأتي هذه الحزمة أيضا شادي دعني أقول لك أنها سوف تكون عبارة عن أنظمة صاروخية متطورة للغاية والذخائر الخاصة بها، وأيضا أنظمة مضادات للطائرات وأنظمة رادار، وسوف يكون هناك تدريب، هذه نقطة هامة للغاية، سوف يكون هناك تدريب للقوات الأوكرانية، حيث أن هذه الأنظمة كما قلت متطورة، سوف يقوم الجيش الأمريكي بتدريب القوات الأوكرانية على هذه الأنظمة. أخيرا يعني ماذا عن تصريح جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه إجراءات انضمام أوكرانيا لحلف الناتو جاءت في وقت غير مناسب؟ يعني كل يعني وكالات الأنباء والمتخصصين تتحدث عن هذه النقطة بإجابة واحدة شادي، وهي اعتراف حلف الناتو أو ضم أوكرانيا في هذا التوقيت الحساس سوف يعتبر حرب عالمية ثالثة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد هذا الأمر، حيث على الأقل في هذا التوقيت ربما يكون هذا يعني يأتي بعد تأزم الأمور أكثر من ذلك، وإن كانت هي متأزمة بالفعل، ولكن يعني ذلك هو الزج بالجندي الأمريكي الذي تعهد جو بايدن أكثر من مرة أنه لن يقوم بذج الولايات المتحدة في هذه الحرب أو الجندي الأمريكي. سوف تكون المساعدات كما قال جيك سوليفان على الأرض، ويعني بذلك المعدات والأنظمة الصاروخية وحزمة المساعدات البالغة 12 مليار دولار أمريكي. لكن إذا ما يعني قوبل ذلك بأن أوكرانيا بدأت دخولها في حلف الناتو، تعني ذلك أن 30 دولة سوف يقومون بالرد الهجومي على روسيا. شكرا جزيلا لك ياسر نور الدين، كنت معنا مراسل إكسترا نيوز من نيويورك.